التقى أمس أمين الدولة بالتعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بأعضاء مكتب الاتحاد الوطني للطلاب الشادين فرع جمينة، وقد تباحث الجانبان حول الأنشطة الثقافية التي سينظمها المكتب خلال فترة الإجازة بجانب مواضيع أخرى تهم الدراسة. سعيد أحمد حسن. عام دراسي انتهى وآخر على الطريق، ومن أجل الاستمرار على نمط الحوار والحفاظ عليه باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار، استقبل أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جامعة جمينة، وذلك لدراسة خارطة الأنشطة المزمع تنفيذها في العام الجامعي 2017-2018. أطلب من إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية أن تشد الرحال وتأخذ مجرها وتقوم بدعم الشباب لكي نرتقي جميعا. وبعد الاستماع للطلاب والأخذ والرد، أمين الدولة الدكتور مسار تعهد ببذل كل غال ونفيس لتحقيق طموحات الطلاب وتفعيل النشاط الطلابي بشكل متواصل. حقيقة أن التعليم صراحة يحظى باهتمام وبرعاية كبيرة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، الذي دائما يهتم بالطلاب، وأيضا نتطلع إلى أن تلعب دور كبير في الاستعداد للعام الدراسي القادم. كما أشار الدكتور مسار بأن تحقيق متطلبات الاتحاد تحتاج لجهد مشترك بين الوزارة وشركائها، فنحن معكم ونقف إلى جانبكم وندعو المركز الوطني للخدمات الجامعية لضرورة دعم هذه التظاهرة الطلابية. النشاط الطلابي هو أحد أهم مقومات الطالب الناجح، وهذا لن يأتي إلا بالتركيز على سبل إيجاد ساحة ملائمة لممارسة النشاط الطلابي. شهد اليوم مركز الإسيسكو التربوي في تشاد افتتاح أعمال الدورة التدريبية لتعليم اللغة العربية للمعلمين غير الناطقين بها، الذين بلغ عددهم 30 متدرباً. بمناسبة رأس المدير العام لمحو الأمية بوزارة التربية الوطنية والترقية المواطنة بحضور مدير الإسيسكو مكتب تشاد الدكتور علي قمر. تقرير أدم محمد شرفتي. دعب المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد إقامة دورات تدريبية لصالح معلمي اللغة العربية في الفنون التربوية الحديثة المساعدة في أداء المعلومات بطريقة أسهل لفهم التلاميذ، حيث نظمت هذه المرة الدورة التدريبية لصالح معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة العربية للجميع بالمملكة العربية السعودية. بدأت الدورة التدريبية بكلمة ممثل مؤسسة العربية للجميع الدكتور عوض الجمعة، الذي قدم شكره لمسؤولي المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد على استضافتهم هذه الدورة، وكذا الإنجازات التي حققتها في مجال نشر اللغة العربية في تشاد. مدير المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد قدم شكره للمؤسسة، وأكد بأن الدورة تسمح للمشاركين في رفع كفاءتهم ومعالجة الكثير من المشكلات التربوية. ويستطيع المعلم المؤهل الكفء معالجة الكثير من المشكلات التي تظهر في العملية التعليمية حتى ولو لم تتوفر الإمكانات المادية اللازمة، وهي فرصة أيضا من خلالها يتعرف المشاركون والمشاركات على فلسفة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وطرائق التدريس الحديثة المستخدمة في حقها وكيفية استثمار الوسائل التعليمية والتكنولوجيا الحديثة وتصميم الاختبارات اللغوية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. المدير العام لمحو الأمية بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة أيجو أبراهام فقد بيّن بأن الدورة جاءت بفضل العلاقات الوطيدة بين البلاد والمملكة العربية السعودية، طالبا من المشاركين الاستفادة القصوى من هذه الدورة، علما بأن هذه الدورة التدريبية تستمر لمدة 4 أيام على التوالي. تعتبر المطابع ودور النشر من الأماكن الهامة في مجالات النشر الثقافة والوعي، لأنها تواجه العديد من المشاكل والصعوبات كعدم معرفة المواطن الدور الذي تقوم به وغيرها. وفي هذا السياق قامت كاميرا التلفزيون اليوم بجولات شملت العديد من هذه المرافق، وكان برفقتها الزميل عباس أبكر الذي وافانا بالتقرير التالي. يعتبر الكتاب خير جليس في هذا العصر لتنمية عقل الإنسان وتغذية الذهن ثقافيا ومعرفيا، وهذا يرجع إلى محتوى الكتاب.
كما أن الكتاب يتكون من عدة صفحات، وعمل الكتاب لا يتوقف على المؤلف فحسب، بل هناك أعمال أخرى ستقوم بها المطبع المتمثلة في نوعية الغلاف ومدى تصميم وترقيم الصفحات، بحيث أن هذه الفنيات تعتبر رسالة اتصالية من شأنها جذب انتباه القراء والإقبال لشراء نسخ الإصدار. ومن خلال الكتاب يمكن للقارئ الحصول على المعلومات المفيدة والقيمة وتوزيعها للآخرين ليستفيد منها بطريقة سهلة الاستيعاب. وأضاف الناشر لارين باو بأن الكتاب قبل نشره يحتاج إلى مصحي ومصمم ومعدة، وذلك حسب احتياجات القراء. ومن أجل طباعة نسخ كبيرة وبنوعية أفضل، فإن رئيس جمعية مهني الطباعة والنشر أدلى بحديث التالي: الليبر ده سيد حلال ده كان ما أنتج ده ما تجد تسي أصلا مش الليبر على ده ده ما قلنا كده ده ما أنا كريكولا ده بلا كريكولا ولا نقدر نسي كريكولا بس أنتن إذن قبل نسي وهم كتير ده كان حكومية كله قدرنا عملنا منا كان ده كله شفته ها سوينا هني وأنينا عندنا ليبر كتير قدرنا عملها وقاعدين نسوبه. من المعلوم إن المراكز والدور النشر والكتاب يلجؤون إلى المطابع لتصميم وطباعة أعمالهم، وذلك لعرض في المكاتب ووضعها تحت القراء لتحقيق لهم عائدات مالية.